مشاهدة الرياضة التي تحبها. مرحبا بكم في معشوقة الجماهير، كرة القدم التي يتابعها الملايين حول العالم. مرحبا بكم في يو اف ال. كريستيان بوليسيتش وفر له زملاء خيارات للتمرير. قد تشكل خطورة. لوكاكو، باكيني، كيليان مبابي. ذهبت الكرة إلى الفريق الخصم. لوكاكو سددها بشكل مثالي. كان محقا في قرار التسديد من تلك المسافة، كانت على بعد شعرة من القائم. يبدو أنه تحول إلى العمق من اليسار قليلا. يمكنه تمرير الكرة. كريستيان بوليسيتش وصلوا إلى منطقة الجزاء، والآن هل سنرى تسديدة؟ كيفن دي بروين، جريليش. يتحرك الفريق بطريقة جيدة إلى الأمام، ثمة المزيد من خيارات التمرير. ويخسر الكرة. ماكيني، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي. كيف يسمحوا لأنفسهم بفقدان الكرة بتلك الطريقة؟ كيفن دي بروين، لوكاكو، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي. وصلوا إلى منطقة الجزاء، ماذا سيفعلون؟ الفريق المضيف هيرجع الكرة للملعب مع ركلة مرمى. رجعت الكرة للملعب، احنا عندنا أمل ما نستناش كتير علشان نشوف هجمة تانية. لوكاكو، باكيني، يستلم لاعب لارتكاز الكرة ببراعة. لعب جماعي في وسط الملعب. ارتطمت بالقائم. دلوقتي يقدروا ينفذوا هجمة مرتدة. كريستيانو رونالدو، هدف التقدم. ونشوف الهدف تاني. ويسجل الضيوف الهدف الأول وتستمر المباراة. ويخسر الكرة. هنا أم هناك أم أي مكان آخر. بيرجع له الكرة. يعيد التمرير إلى زميله. كان موقعه جيد جدا علشان يسجل الهدف، لكنه فوت الفرصة. ما قدرش يوديها لزميله في الفريق. فقد الكرة بسهولة. يبدو أنها نهاية هذا الهجوم. ربما هناك فرص في يسار الملعب. تمت الكثير من فرص التمرير، يعتمد الاختيار عليه. يبلي حسنا ويمسك بالكرة. كريستيان بوليسيتش يساند رفاقه بكل براعة. ومرة تانية نشوف مجهوده العظيم. آدي الإعادة. ما الذي ينتظره؟ يقدر يمرر. تمركز رائع، لكن كان بإمكانه التصرف بصورة أفضل. تمت إضافة دقيقتين كوقت بدل ضائع. ليس التوقيت المناسب. يحافظ المنافس على الكرة. الكرة في الصندوق.
وتدخل تيرشتاجن. تبديل مركز بنفس المركز، يحتاج إلى رفع النشاط في هذا المركز. تمريرة طويلة. هناك مساحة يمكن استغلالها ولاعبون متاحون للتمرير. نهاية الشوط الأول، سنعود من أجل المزيد من كرة القدم بعد استراحة قصيرة. شوط أول جيد من الضيوف الذين يتقدمون بهدف. عادت الكرة إلى منتصف الملعب لبداية الشوط الثاني. عرقلة دون فائدة. كريستيان بوليسيتش، في اثنين لعيبة علشان يمرر لهم الكرة. وعدنا لنقطة البداية بالتعادل 1-1. سجل الفريق الضيف خارج الديار. يتقدم الفريق الضيف في النتيجة، صارت 2-1. يحاصرون منطقة الخصم لكن من دون فاعلية حتى الآن. إنقاذ ممتاز، أنقذ الحارس مرماه ويستحق الإشادة. يرسل الكرة إلى زميله. كانت تسديدة ضعيفة والحارس مسك الكرة. تمريرة خاطئة وتقطعت الكرة. تحرك مذهل إلى الأمام واللاعبون متمركزون ومستعدون. كريستيانو رونالدو، محمد صلاح. تتقدم الكرة من المنتصف. تفلت الكرة منهم. هل سيمرر أم سيتقدم؟ لوكاكو. ميسي ما قدرش يراوغ اللاعب. يمكنه أن يمرر الكرة. واستماكيني. ماشي، ركلة ركنية. الركلة الركنية هي فرصة جيدة لتعديل النتيجة. أصحاب الأرض في أمس الحاجة إليها. هل سيرسل عرضية متقنة؟ يستلمها لاعب خط الوسط. كيليان امبابي يعيدها اليه. جريليش، ماكيني. لوكاكو بيحاولوا يرفعوا النسق من العمق. كريستيانو رونالدو. الكرة إلى الظهير الأيمن. يغير اتجاه اللعب. مساندة رائعة. يضعون أيديهم على قلوبهم الآن. قدامهم فرصة للتسجيل. يا له من هدف. يقدم الفريق الضيف أداء مدهشا. هجوم منفذ بإتقان. نشوفه مرة ثانية في الإعادة. يحرز الفريق الضيف هدفا آخر لتصبح النتيجة 3-1 لصالحهم. كريستيانو وفعلها مجددا. المباراة من طرف واحد، أصبح الفارق 3 أهداف الآن. تقدر تقول إنه سجل الهدف لوحده. لديك موهبة كهذه لما تخفيها؟ وسجلوا هدفا آخر، أصبح الفارق 3 أهداف الآن. خيبة أمل كبيرة لأصحاب الأرض.
يسدد في المرمى. مرت الكرة بعيدا، أهدر الركلة الحرة. مرت الكرة فوق العارضة، أصبحت ركلة مرمى الآن. أتمنى لو سكنت الشباك. عرضية مذهلة وتسديدة رائعة. يا إلهي، إن هؤلاء اللاعبين لا يكفون عن إذهالي. أداء خرافي منهم اليوم. ليونيل ميسي، يمكن أن تصبح هجمة واعدة. توقع اللاعب هذه الحركة وقطعها. الكرة راحت إلى الطرف الأيسر. باقي 8 دقائق حتى نهاية الوقت القانوني. اندفاع رائع للأمام. قدماه الماهرتان تغيران قواعد المباراة. ده مش قرار جيد. ضاع الاستحواذ. كيفن دي بروين. لديهم خيارات كثيرة، فهم يلعبون كرة قدم ديناميكية. كاسيميرو، فرصة للاقتراب من المرمى. توقفت المباراة كثيرا، ولذلك يضيف الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع. عمل رائع من الحارس وركلة ركنية. الآن المباراة قربت من نهايتها، واقترب الفريق الضيف من الفوز. استقبل أصحاب الأرض هدف على أرضهم. وادي الإعادة، ده هدف مذهل من ركلة ركنية. صارت النتيجة 5-1 الآن، بينما تنطلق المباراة مجددا من وسط الملعب. نتيجة عريضة، بيحاولوا يخلقوا فرصة من الوسط. لا أصدق، إنهم متقدمون بفارق كبير للآن. قد إيه دي لحظة عظيمة بالنسبة لي. لا أقصد عدم الاحترام، لكن يبدو وكأنهم نادي هواة. نتيجة قاسية.